دلوقتي هنعمل وصفه سريعه جدا وبتسعف كده في الزنقات، ومكوناتها سهله خالص. عايزين تمر، وعايزين جوز هند، وبرده بسكوت مطحون، وزبده، وحليب مكثف محلى، وعايزين قهوه شويه صغيرين متدوبين في شويه ميه. هنعوز لو تحبوا شوكولاته بيضه وسودا، ولو مش عايزين تحطوا ما تحطوش، هو اصلا احنا هنعمله في قوالب فهيطلع شكله حلو من غير حاجه. اول حاجه هنعملها عايزين ناخد كل حاجه نخبطها على بعض، مفيش اي حاجه قبل حاجه.